أنس وبسام ومن بعد اجتماعهم بدبي قبل فترة من بعد فراغ بسبب سفرة أنس رجعوا من جديد ليتفاعلوا على السوشيال ميديا، فشاركوا عدة ستوريهات مع بعض وآخرها تواجدهم بمطعم بدبي برفقة أم بيسان اللي أطلت على المتابعين ضمن ستوري بيسان، حيث كشف الثنائي بيسان وأنس عن مفاجآت كتيرة بالطريق، والجمهور ينتظر تأكيدهم على موضوع خطوبتهم. فالخبر انتشر قبل أيام قليلة من بعد ما صرح عنه فرد من عائلة بيسان بلايف على انستغرام. أصالة المالحة عم تتفاعل بشكل كتير كبير على انستغرام من بعد وصولها لدبي، وعم بتشارك الجمهور لوكاتها المختلفة اليومية، آخرها هاللوك الجديد واللي شاركت فيه ستوريهات وبوست صور على انستغرام، حيث شاركت هالصورة اللي جمعتها مع سارة ملاس واللي اجتمعوا مع بعض بكوفي قبل ساعات. وسأل الجمهور عن سبب اختفاء أنس مروة من بعد وصولهم لدبي، فأصالة عم بتشارك ستوريهات وهي لحالها آخر يومين. أسامة مروة وبعد عودته لدبي عم بيحط اللمسات الأخيرة على الفيديو اللي تم تصويره بقطر مع عدد كبير من اليوتيوبرز، حيث صرح أسامة أنه حيكون أقوى فيديو حينزل على قناته على يوتيوب بعد أيام قليلة. من بعد الفولو المتبادل من طرف غيث مروان وريما قبل فترة قصيرة، توقع الجمهور أنه رح يجمعهم تعاون على يوتيوب، فاليوم شارك غيث مروان على قناته على يوتيوب فيديو جديد واللي كانت ضيفته ريما، واللي كانت فكرته أنه غيث بيتحكم بتصرفاتها مع الناس بالشارع من بعيد، حيث نال الفيديو إعجاب الجمهور وبشدة. فشو رأيكم أنتو بالفيديو غيث الجديد؟ شيرو عمارة صرح على انستغرام بشرائه لبيت خاص فيه بدبي من خلال هالستوريهات، وشارك أيضا ردة فعل شيرين بيوتي بنشره لها المحادثة على الواتساب، فألف مبروك لشيرو البيت الجديد. أما شيرين بيوتي فردت على كمية التعليقات الكتيرة بلي توصلها بخصوص أنها مجري عملية تجميل لأنفها، ونفت ذلك عبر هالستوريهات، وصرحت بي لا بس إخواتي سيدرا ونارين اللي عاملين عملية. لا ترد عليها سيدرا بي كذابة، ونارين علقت بي كذابة عاملته من كم شهر وعندي الدلائل. نور ستارز وضم لقائها الأخير مع برنامج إيتي بالعربي كشفت عن سر من أسرار تواجدها بمهرجان كان السينمائي قبل فترة، واللي كان أنها حازت على عدد كبير من المشاهدات والمتابعين خلال فترة تواجدها هناك، ومثالا على ذلك ملايين المشاهدات على سناب شات اللي وصلت لأكثر من 80 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة،